تفضل يا أخي أبو فيصل من جدة معنا على الخط، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. أخوي بغيت أسأل الشيخ عن تمويل عقاري في مصرف الإنماء ومصرف الراجحي. بالنسبة للتمويل العقاري فضيلة الشيخ من المصارف، ما رأي الشرع في نظركم فيها؟ إيش القصد من التمويل العقاري؟ هل القصد أنه يشتري عقاراً من البنك، أو القصد أنه يشتري عقاراً من غير البنك ويدفع ثمنه من البنك، يقترض من البنك؟ فإن كان القصد أنه يشتري عقاراً من البنك هذا يجوز، إذا كان العقار موجوداً في ملك البنك إنه يشتريه بثمن حال أو بثمن مؤجل على أقساط أو على أجل واحد. أما إن كان يريد أن يشتري عقاراً من خارج البنك ويقترض ثمنه من البنك فهذا يجوز من غير زيادة، إذا كان البنك على استعداد أنه يقرضه قرضاً حسناً فهذا طيب من البنك ومن غيره، أما إذا كان لا يقرضه إلا بزيادة فهذا حرام وربا ولا يجوز. نعم.